الرحمن الرحيم. بالنسبة أنا اسمي محمد الحاج جميل من كفر قلع. الله يسر لنا بعصارة، والعصارة موجودة وبتشتغل والحمد لله. وبالنسبة لموسم الزيتون السنة بإذن الله موسم ممتاز، وإحنا هسه بأوله ومش ملحقين نرضي الناس كلهم، بتفر ما في زيتون وبتفر ما في بلد وخير. وبالنسبة للعصارات نصيحة من اختيار، كل العصارات تقبشها حمار زيتها بتاكلش، والعصارة اللي قبشها كراء موجودة في المنطقة بس بكفر قلع. وبنصح كل الناس الزيت قبشها حمار بيطلع على درجة حرارة 46 مغلي منفعش. وان شاء الله الله بيسر في الموسم، بما ان الموسم احنا هسه بعده باوله، ومن اوله بادي الخير من عند الله والحمد لله في كميات وفي زيتون وفي براجين. عرفنا حالك سيدي. جميل البيار من هون. شو الاسم؟ مصطفى. مصطفى، مصطفى ايش؟ عرفنا حالك بالضبط. ويران. سيدي شو عنا على موسم الزيتون للسنة؟ السنة كيف بكى موسم الزيتون؟ مش منيح. ليش؟ ما بيش عليه. بس بكى في برجة مش في يعني... مطارح فيها وفيها ما بيش. اها. انا عندي حوالي من 30 دولار. زيتون. مش زي العام ولا كبله؟ لا 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 لا. والله ايش سويت منها؟ شيء بسيط يعني.